اكمل حاجه هذا الرامي ياخذ. الحوار ما كانش مع مديريه النقل، هو اللي خلى الناس باش تخرج. الناس عندها مطالب طالبت بها، والمديريه واش دارت؟ انيورات الناس، جاهلتهم، ما استقبلناش نهائيا، ما قيمناش. كي تجي تهضر معاه واش يقول لك؟ يقول لك هاك موقف. نطلبوا من السيد الوالي ان شاء الله يفتح لنا المشكل هذا اللي راه صار مع مدير النقل. مدير النقل هذا راه انسان ديكتاتوري، ما عندوش روح تاع الحوار مع المواطنين. انا مستعد نستقبل اي واحد ويدير لي المطالب تاعو، يسمى بالنسبه اللي يخدم على المحيط النقل الحضري وشبكه جميع المسارات اللي هنا سياره الاجره ملزم عليه باش يدير الكونتر. هذا ما كان